بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جبنا لكم واحد عصير اللي هو اقتصادي وكيعطي كمية كبيرة كيف العادة، ثلاثة خيزوات أو ثلاثة الجزرات يكونوا منقيين مغسولين. أنا نقيتهم وغسلتهم ونجدتهم، عاد نقطعهم قدامكم. اللي مزروب يدير يقطعهم ويخش يدير في الكوكو الطغية ويسربيهم، يعني اللي مزروب، واللي ما مزروبش غير يدير على الكاسرون وخلط ينقص منه وخلط طيب على خاطرها. تو راه كيجي زوين بهذه الطريقه، كاين اللي كيديرو خضر ويطحنو، كاين اللي يخليه يسلقو. انا اللي ادبا نسلقو حتى يطيب ونخليه يلا يدفى شويه، لان كنت مزروبه به هو غير دفى. ثم الاحسن خليه حتى يبرد، ولكن راه عندي الليمون راه متلج، داكشي علاش الله يقاد ليا كفة. صافي حنا حيدنا هاد درناك بينا خيزو ودرنا الليمون، وغنديرو 4 معالق ديال السكر على حسب يعني الذوق، يعني السكر تبقى على حسب الذوق. تقريبا 2 كيسان كبار هكا كان عندي في الفريكو. اللي عنده الليمون يعصره ويديرو، واللي عنده في الفريكو حتى هو يديرو بحال بحال، يعني مهم راه الليمون ليمون. صافي غنشدو غنطحنو هادشي كامل، ولكن واحد السؤال طرحوا لي في الاخير، تقولوا لي علاش ما درتيش، حيت من بعد غنزيد واحد المكون، تقولوا لي علاش ما درتوش دابا. هو هذا العصير في الحقيقه كنت نسيتو، طحنت وساليت نقول شي حاجه ناسيها، ولعاد تفكرتو اللي كان خاصني في الاول نديرو. ملي بغيت نطحن كان خاصني نديرو في الاول، واعتذر. صافي كنشدو ثاني ناخذ الحامض، ناخذ هذيك القشره الفوقاني ما نلحقوش البيضه كيف ديما توريكم، وغتاخذوا اللب ديال الحامض بعد ما تنقيه من داك البيوضه كامله وتحيدو منها، وغديرو غدك اللب الوسطاني والعضوم تحيدوهم. صافي دابا شديناهم وطحناهم، هما دابا كنصفيهم باش نحيدو داك، يعني باقا شي قشور باقا شي عضوم ما فلتو ولا شي حاجه كيتحيدو. صافي غنصفيو هادشي كامل، صافي نجيبو معلقه وغنصفو هادشي كامل نبركو عليه مزيان باش يتحيد منو داك يعني اللي باقي لاصق في القشور، اللي باقي لاصق في داك الشوائب. صافي كلشي كيتعصر، صافي كنحيدو داك الشوائب الناشفه. صافي العصير تاعنا كيفاش كاين، انا واحد الفانيا بغيت نخليها حتى الاخر نديرها باش يبقى المذاق تاعها عاطي. عايشتو صافي واحد الفانيا. صافي كنشد طحنها كنعاود نديرها في مولنا كس نعاود نطحن مزيان. صافي انتم غتشوفوا القوام تاعو كيفاش يجي، كيجي خاطر. ولا بغا ديروا الليمون اكثر وديروا خزو اكثر يعطيكم ثاني اكثر من هادشي. صافي كنعاودو نطحنوهم، ها هو القوام تاعو كيفاش جا، كيجي خاطر واعر وفي الصحة والراحة. ونتمنى ما تنساوناش فضلا وليس امرا بالاشتراك ولايك وتعليق يكون زوين، وجزاكم الله كل خير، ورمضان مبارك سعيد.